وصلنا لفقرتنا الختامية ورح نحكي فيها عن المساحة الداخلية بكل بيت. دائما الناس بتسأل كيف ممكن استثمر مساحة بيتي بالشكل الصحيح، والحقيقة انه هي بتبدأ من التصميم. اصلا لما بصمم البيت بشكل مظبوط ممكن استغل المساحات اللي موجودة فيه لتخدمني، سواء كانت مساحته ضيقة او حتى مساحته كبيرة. مع هذا التطور سلمى اللي بلشنا في صباحنا، اكيد التطور بيشمل ايضا العمارة، وكثير من الاشخاص سلمى بيجرؤوا انه حتى اذا كان البيت صغير بتحسي لا شعوريا انه هو فعلا في عندك مساحة، ويمكن مو ناقص شيء البيت. بنقول انه البيت مثلا كليات 75 متر بس انه صحيح مقضي كل احتياجاتنا. لهيك نحن اليوم رح نحكي عن استثمار المساحات الداخلية، استثمارها اجتماعيا وايضا خدميا ضمن المنزل. كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا على اليوم المهندسة غزل الشيخ، وهي مهندسة عمارة ومختصة بالتصميم الداخلي. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه. اليوم لما بنحكي عن الديكورات، تطور كثير كبير عم نلحظه بكل المجالات، خاصه بمجال الديكورات. شو هو الفرق بين الديكورات قبل، خلينا نقول زمان، والديكورات الحديثه؟ شو التغيرات الاساسيه اللي طرقت؟ هلا نمط الديكور القديم عن نمط الديكور الحديث هنا فعليا شقين منفصلين تماما، يعني اللي فينا نقول كل شق فيه مزايا وعيوب خاصه فيه. فالديكور القديم اللي نحن معروف عنه اللي هو النمط الكلاسيكي، فينا نقول انه اللي بيمتاز بفخامته واناقته، المفروشات اللي بتحوي على الزخارف الديكورية التفاصيل، على عكس النمط الحديث اللي بيمتاز فينا نقول بالبساطة السيمبل، الالوان الرايقة اللي بتعطيكي هيك البهجة، التفاصيل اللي كتير كتير بتكون خفيفة فيه. فكل نمط له استخدام معين، وبالتالي كمان له يعني وضع خاص فيه. يعني انا ما فيني مثلا استخدم النمط القديم الكلاسيكي بمساحات ضيقه، تمام، على عكس انه مثلا المودرن كمان انا بستخدمه بالمساحات الضيقه مشان اهرب، مشان اطلع انا حلول فيني اخدم فيها مساحاتي بالحلول الجديده. هذا يمكن الفرق كمان اليوم لما بيكون المهندس ومهندس عمارة يلي عم يصمم التصميم الديكور، بيختلف اختلاف كامل عن مثلا اللي دارس فنون جميلة وعم يحكي عن التصميم الداخلي، لأنه مهندس العمارة بيعتمد على المساحة، بيعرف أكثر إذا هذا المكان بيمشي معه هالشيء أو لا. خلينا نحكي عن التصميم الداخلي اليوم، أنت كيف بتحاولي تقسميه بشكل يتناسب مع مساحته وأعطيه الشكل المناسب؟ هلا نحن بدنا نشوف بالاخير وضع راهن. انا بشوف مثلا في فرق بين فيلا مساحتها 500 متر عن شقه مساحتها 80 متر. فمثل ما قلت لكم انه يعني النمط الكلاسيكي انا بدي مساحات كبيره له، ارتفاعات اسقف عاليه. المساحات الصغيره نحن اول شيء بدنا نطلع دراسه معماريه له، مخططات وضع راهن، بدي ادرس على اساسها، بدي اشوف انا شو رغبه زبوني، كيف التطلبات تبعونه اللي هو بيحتاجها، 3 غرف نوم من غرفتين نوم للاقسام الخاصه فيه. يعني مثلا المساحه الخاصه تبعه اللي هي غرف النوم، المساحه الاجتماعيه اللي هو بده اياها. ممكن انا بيجي لعندي زبون بيقول لي انا بدي مساحه عمل خاصه ببيتي اللي هو قسم خاص بالعمل، مكتب خاص فيه. فعلى هالاساس نحن بندرس ونطلع مخططات دراسيه، وبعدين بنتابع للتصميم الداخلي فينا نقول اللي هو التفاصيل الديكوريه. اليوم يمكن مع تطور الحياة وهذا الغلاء يلي عم نشوفه، أغلب الشقق خلينا نقول مصممة بمساحات صغيرة. اليوم شو هي النصائح الأولى يلي ممكن تعطيها لأي شخص عم يقتني شقة أو حابب إنه يكسيها ويستفيد قدر الإمكان من المساحة؟ هلا أهم نصيحة هي إنه نحن بنعرف كيف بدنا نختار قطع الفرش تبعنا. يعني أنا بفضل بالمساحات الضيقة بنتوجه للمفروشات متعددة الاستخدامات. يعني أنا عندي مثلا المسند أريكة، هات فيني استخدمه كطاولة، طاولات الطي فيني بعد ما بخلص منها مثلا أنا بحطها بمساحات التخزين اللي أنا مصممتها، طاولات التعشيش فينا مثلا نقول كمان الأريكة اللي بتفتح وبتصير سرير. فهدول كلياتها نحن لما بنستخدمها بتعطيني تنظيم مثالي للمساحة وتنظيم مرن كمان، فيني أنا ببساطة أرجع ترتيب يعني برتب الديكور مرة ثانية فيه كفرش. طيب بما أنه حكينا عن استغلال المساحات والديكورات المتعددة الاستخدامات، كمان جزء من الألوان، في كتير ناس هلأ صارت بتشوف شي صور على الإنترنت وبتقول أنه هذا يا ترى فيني طبقه أو لا،
حتى استخدام مثلا جدران مختلفة، إضافة حجر بالبيت، إضافة ورق جدران، كيف بتحسي إنه لازم هذا الشخص إذا بده يختار هيك شيء لبيته شو هي المواصفات اللي بتناسب هذا الشيء؟ هلا ورق الجدران هي حركة أنا كتير بحبها، يعني بتعطي حركة، بتكسر نمط، بتعطيكي هيك إنه لمسة جميلة لطيفة وأقل تكاليف كمان. هلا أنت من المعروف إنه أنت إذا بدك مثلا بتحسي بالفراغ الضيق إنه هو بيعطيكي انشراح، نحن دائما بنتوجه للألوان الفاتحة ما بنغمق. أنا إذا استخدمت الألوان الداكنة أو الألوان فينا نقول اللي بتعطيني عمق رح حس بضيق بالمساحة، فأنا إذا أساساً عندي مثلاً استوديو 60 متر أنا فوراً بتوجه جدراني والأسقف تبعي ألوان فاتحة والمحايدة، هذا الشيء بيعطيني نفسياً شعور بالانشراح. فنحن بنتوجه بأغلب حتى النمط الحديث للألوان الفاتحة من بعد عن التعجيق، من بعد عن إنه الألوان الغامقة اللي يعني فيك تقولي بتعطي عمق، تمام؟ فما بعرف أنا هذا من رأيي الخاص، يعني ممكن في ناس لا بتفضل تستخدم ألوان متناقضة. طيب اليوم إذا بنحكي عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يقع فيها الأشخاص سواء بالمساحات الصغيرة نسبيا أو حتى بالمساحات الكبيرة، مثل إذا بدنا نقول فيلا ب 500 متر أو 1000 متر بغض النظر عن حجم المساحة، لكن خلينا نقول المساحة الكبيرة موجودة، شو هي الأخطاء اللي بتشوفيها هي كارثية ممكن تكون؟ انه عدم استغلال المساحه بشكل صحيح. بنرجع لنفس الفكره انه انا اذا استخدمت فرش ثقيل او ضخم هذا الشيء صعب اني حوله لركن ثاني، يعني خلص ضل جامد بمكانه، ثابت بمكانه. على عكس لما بتستخدمي شيء بسيط وسيمبل انت فيكي بتغيري فيه، يعني باي ركن انت بتحطيه فيه بيكون مناسب لك. طيب خلينا نحكي كمان اليوم اهم الخيارات اللي ممكن استخدامها وهي صارت بسيطة هلأ لحتى تتماشى مع الجو. يعني في كتير ناس بتحب أنه أنا بحب غير شكل البيت لأنه بتغير نفسيتي، بتغير حياتي. في ناس مثلاً بس بتغير ترتيب العفش بقلب البيت، يعني تقلبه مثلاً، تكون حاطة التلفزيون هون تقلبه هون بتغيره. هذا الشيء قديه كمان مهم ولازم يعمله الشخص كل فترة بقلب البيت ما يضل ثابت. هلأ فينا نغير بلمسات بسيطة مثل ما ذكرنا، مثلا ممكن نكسر بجدار بورق جدران، ممكن البرادي اللي هي كمان لما منغيرها بتعطي تغيير كامل للديكور، اللون البرادي، طول البرادي، يعني أنا لما بتكون البرادي طويلة كمان بتعطيني غير البرادي اللي بتكون الرول أو القصيرة. فينا كمان أنه الإنارة، كمان الإنارة بتلعب دور كتير مهم، إنه تغيير وضع الإنارة، اللوحات الجدارية، هي كلها بتفرق. نعم، يعني نحن حاولنا قدر الإمكان ناخذ فكرة عن المساحات وكيفية استغلالها. بدنا نشكرك كتير على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لها. شكرا لك. شكرا لك لوجودك معنا.